شيخ عفو الله عنك، رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون منزل، إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور: أولا الإثم، وثانيا فساد اليوم، وثالثا وجوب الإمساك، ورابعا وجوب القضاء، وخامسا وجوب الكفارة. والكفارة حفظ رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا حتى لو لم ينزل، لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل، ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحل الأول. أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان لا يجب عليه الصوم، مثل أن يكون مسافرا هو وزوجته وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم، وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان يوما بدله، لأن المسافر لازم هو الصوم. هذا الشيخ يجب عليه الصوم، ولكنه يظن ان الكفاره يعني ترتب الامور هذه بدون زاد فقط، انه بدون، لكنه يعرف انه حرام. لا ما يعلم، يعرف انه جماع حرام، ولكن يظن ان ترتب الكفاره على الإزار، يظن ان ترتب هذه الامور يعني الحرمه والاثم والاطهار كلها تترتب على الانزال، لكن يعلم ان جماع حرام. الجماع بدون زاد؟ بدون انزال. لا ما يعلم. ما يعلم هذا؟ لا، يظن انه ليس فيه شيء. إذا كان هذا اعتقاده فانه لا شيء عليه. يعني. طيب، وقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ولا قضى ذلك اليوم؟ ولا قضى ذلك اليوم.